انتخابات هالسنة لمجلس 2020 قد تختلف عن الانتخابات السابقة، وذلك لوجود بعض الاشتراطات الصحية والتي وضعت حفاظا على صحتك وصحة الجميع. من الضروري مراعاة عدم التجمع داخل وخارج مقر الاقتراع. قبل الدخول لمقر الاقتراع يجب على الجميع لبس الكمام وتغطية الأنف والفم، بالإضافة إلى تعقيم اليدين، ومن ثم لبس القفازين. وسوف يتم فحص وقياس درجة الحرارة قبل الدخول. من الضروري الالتزام بالمسار المحدد للناخبين للدخول لمقر الاقتراع وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع. طوال فترة التواجد داخل مقر الاقتراع يجب أن تحافظ على التباعد البدني وبمسافة لا تقل عن مترين بينك وبين الآخرين. عند التحقق من هويتك سوف تقوم بإنزال الكمام للحظات مع مراعاة إنزاله بالطريقة الصحيحة. بعد ذلك سوف تقوم بوضع ورقة التصويت بنفسك في الصندوق المحدد لذلك. بعد أن تدلي بصوتك من الضروري التقييد بالمسار المحدد للخروج، وهو يختلف عن المسار المحدد للدخول. وقبل الخروج من مقر التصويت يجب نزع القفازين والتخلص منهما في المكان المخصص لذلك، مع الحرص على تعقيم اليدين بعدها. للحالات الطارئة تم تخصيص عيادات طبية في كل مركز اقتراع.